أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق آه فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي آد نوغو عصوب تهي مع السند كسر دوال ورك صبحنما أعلن سيدة ميديا وصبحنما أربعة خضب حساسي أي نصو صعدا فضلاً نلاتشوك حق حساسي مدهويني وري صومالي الشيخ شريف شيخ أحمد أود البضي إن لغو وريجي هقان كميدوغا مشرحين تمعارضك هقامي أميدوغا مشرحين تمعارضك الشيخ شريف شيخ أحمد أيا حبناها ميدوغا مشرحين تمعارضك كد البضي إني دورتان هقان عصب إساقنا أوسان إنتا كبران سي هقامين كرين قولها ميدوغا مشرحين تمعارضك سيدا أي حكوية شيء على سيدا ميديا سدح كلان أوهري أدعي أياكي أدن بي حاليك دعي مقالة مقدشو شيخ شريف شيخ أحمد أياكو ورقلي حمناها قولها ميدوغا مشارحين تمعارك إنو أهادو حبين عادي أه أو قولها كاترسان إسلام مركاسين أو كسو قيب قلي دونو كلما دا عادي قاهي سيدا أي إلو وريجو كاترسان قولها ميدوغا مشارحين تمعارك وحقيجي على سيدا ميديا دود أدك أياكا دلاتي عدسي غوصو قد بي شيخ شريف شيخ أحمد أه إن لغا وريجيو هقانك قولها انتا بلان حبناها ميدوغا مشارحين تمعارضك اياد دي دي اني اخبالان عدسيغا مدهويني هوري صومالي شيخ شريف شيخ احمد تاسو اي كتل مامين اني سببي كرتو بربور كوي ماذا قولها ميدوغا مشارحين تمعارضك حبناها قولها ميدوغا مشارحين تمعارضك اياد شيخ شريف شيخ احمد كعدسي انو ديب اتنيغو اس عسلات دي ساس لماركاسين قولها ويسوي مانا يو كل مكالي او لوغا حاجو نيو ارن تاني سو كرورتي سيداي عالن سيدا ميديا وغاتي شيخ شريف شيخ احمد ايا وحا كاقوان انو سنسيهو قامين قولها ميدوغا مشارحين تمعارضك وحانا فاسرارو كالد دوان لغا بحيي سوابتا كنتي قوان كيسا مدوني كلا سو دافي وحا آدو حوغيستي تورونا لكو سابسان ان شيخ شريف شيخ احمد وكو ملمي كوحدا مدحوين محمد عبد الله فرماجة تاسو داو عيسو مباديدا لو سميي قولها ميدوغا مشارحين تمعارضك دادك حوكتان بدن كيت فافيي ايال لشيغي اني كتر سييهين قولها ميدوغا مشارحين تمعارضك ايا دادك لأو آدو قدو وحانا لشيغي ان شيخ شريف شيخ احمد او ديبسدي توهم كاسي ايو فري مهال لغا فافينا ايو تاسو كنت اينو قوان كاسي قاتو سيروك لشيخ شريف شيخ احمد ايا هادا قرشين ايا اينو سيقوني اه او بحو او توس او بلاو او لليسا دورا شلا او سن وقتي بلان اساقلو من معارد نما فرماجو سيكا سبها اهاتي مدحويني هوري صومالي شيخ شريف شيخ احمد ايا امن كوحاو دمع سيهاي اينو سي توس او قلو او لليسا دورا شلا سيقوني اه اسلام مركاسيني وحبا ايسان او ترينين معارد نمال مدحويني هوري صوماليا محمد عبد الله فرماجو تاغير ياش النبض اي نرال ايا مدوني كلا صور دافاي كو هاي ان شيخ شريف شيخ احمد او بطيطان كايو مدحويني هوري صوماليا مدحوينها مدح ادك محمد عبد الله فرماجو او دوانهان لكل ميي سيك السباها اهاتي شيخ شريف وحاو دون ايا انو حيل كاميدوغ مشارحين تمعارد سكي وليجيو وحا اونا كو سببين ايا انو اولوليه سقوري اه بلاوضو دينا عكلا وزيرك يوهري عرمها قدا صوماليا هاتا ناحي اللي مان كترسان قولها شعبك عبد الرحمن محمد حسين ودواء اياشيغي ان مامولك قلمودك ايوه قامي قرقر او حاليس او قنجرو انو بربورة تاسي او شيغي ان اي تهي ارين مرنبا لاقبالي كرين ودواء او هادلك جيدية حفلت لغو تاغيري ان لوضا الاشادو مامولك قلمودك ايا عربك قواد كيي ان دقالك اهل السنة ايكو قبسان ايسو ديگانو كاترسان مامولك او ويقا يو جريتانك مامولك قلمودك اسلام مركاسين لو باهاي هاي ان ميزك وضا حدالك وحلقو حاليو هدي اللي يراهدو حد قرع علبا لقبتاي بريتان لقبساني دو سمرريب انناغ مجري دونو جيد كان جيد آن احين هالي يمادو كوا علماء شايقان ايو هدي اي تباشو قبان والا قانعين ايا ايو يري عبد الرحمن ادوا سيدو كلا وحاو شايقاي ان اي مرنبا قرقر تن لغو قلي كارين ان مغالو ينك لقبسادو اي نتاهاي ان لدورو شروع دا سياسة دا سيدو شايقاي اهلو سنة والجماعة جيد كان جيد آن احين هالي يمادان هدي تباشو قبان ايو يري وقدم بنتي وحا وكوبا قي ان لدمي علاد دا اسلام مركاسنا اللي سوغي يمادو ميسكا وضا هادالكا سي اسفهم لوغا قارو تباشادا اي قبان خوغانك اهلو سنة والجماعة وايوغو شيغي ان اي قبسدين مغالوين دورا هيو كاترسان مامولكا قلمودوك فضلا دب اداور كيني هوري اي عالان سيدا ميديا وقدم بنتي مدحوينا وقتي كدعي محمد عبد الله فرماجو ايا لكل من رئيس الوزارة هادالكا سي توبيا اي دب لو دورتا اسلام مركاسنا كلا هادلي سيدي ادالكا اسيغا مركالو وصول لابن لها سيدا اسيغا وسميي وراركي قدم بي وحي شيغيان ان هالكاسي قطبة دياب ليو كجيدي مدحوينا وقتي كدعي محمد عبد الله فرماجو سيك سبها اهاتي فرماجا ايا هالكاسي مسكح في عنك سو قادن ايا ولالكي سبيك برا ابي احمد سيدو امن سيهي سيك سبها اهاتي شعبك صوماليا ايا قبي اهان بكو فرح سنين مدحوينا وقتي كدعي ان او مركل ادو دالكاسي توبيا اسيو قبي اهان بان ادين ولالكي اسماعيل عمر قيلي على مسار كيسا فرماجو ايا قبي اهان بسكو ديبي اما بكا امرقاتا دالكاسي توبيا هادبا سيدا عادادا اهد هدي انسو دينو قار كميد اهيدا دوينها كوحيران عالان سيدا ميديا رأي ودو كو اهد المدحوينا وقتي كدعي محمد عبدالله فرماجو واكوان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا قو فاضم عمر ايه وكو نول جرمالكا وحا رأي جيجا كديبنا يا مانتا ولا ليه جيجا عالان سيدا ميديا
نمكو عدكرك اي او سيد دقن اسود ديو عددك ما شاء الله إذن لا يهي وحان ديهل هاي انيقا او هادا ماانت رأيي كديبال هاي نين هال نينا او مريحانا هال نينا او مريحانا سياد برو حال وبحشي بلا لغو سارب هال بلا لغو ساري ويلش هاوين فيره ودكتها حبادة ويسك السارين مركا اوسم مسقولك او كوديمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا محمد إبراهيم ليلى هذا وكسو هذا يو برمي على السيدة آد بعد ما رأيت ما سنتهين سيدة وراك سمع بسوء تريسان ويا بها ودك كده عيا مركا اسكسو ودوب هذا الكي موسى السعودية لحو هذا الكاس اللي قدقو منك اسكسو بحماية فيلا صومالية إلا إيو لو قلت والله قصو صاره مركا وحان كلو كبقيا محمد حسين ربلو انو كيفين كيفين وحلي لهذا انو سميان كبقيا او لغا 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 سندلي او ما ركتي قيايو يمكن ننك فهد ياسين لي لهذا وحاني قريان يو برايا لي سميان ايان وحان لي محمد حسين رولو ميشا لتاقنو ميشا لتاقنو كو اتكو أما كيس كإكلان تلا هذا أما كنمك عدناش كقاعدة هذا وفاجأة سنكمي دي هاي وحان كورا يا هاي وان كولا جنا وما تصمان ديو كولا جفتا السلام عليكم ورحمة الله على السلام هذه نورا هذا إذن كان نورا هذا بعد على السلام هذه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحال كان كسلام يا على السلام ميديا يا حال كان كسلام يا وحان روان أنا سدع ديو دادوغو وضدك أي سيان عن كفا أي ديستو وأنا أقول لك أن أنا أدخل في السن أو أتبع السن أو بنك أدكتان وأنا أقول لك أن أنا أحكم في السن أو أتبع 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 السن sidii walaalow lagu magacaabay maanta dawlad kale ma jirto adiga iyo golaha xukuumadda laga weydiinay dalka wixii ka dhaca oo aadi amaan adiga iska leh cid kale tashan cid aad magacaabayso iyo cid aad ruqseynayso iyo cid aad deed dhiseyso adaa laga fadhiya wadanka doorasho gaarsi san yara iyo saas ay ahayd iyo saas ay yara iyo tan ka tanasulay iyo tan sameynaya wax socdo ma aan adiga iyo xukuumadda ayaa mas'uuliyad saaran tahay wadanka doorasho gaarsi haddaad gaarsii karina istiqaalada wareej wasaaradda taasan leeyahay madaxweynahan waxaan leeyahay horta wax wiil daro leeyahay ma jiraan wiil daro dad uga dhasho Soomaaliya waa daras wanaag iyo isxariirin iyo helnimo walaalnimo ka dhaxayso madaxweynaha wiilana kuma dooran daroodna kuma doono shacab Soomaaliyeed ku doortay aniga kula hadla hadda hadlaya waxa ka mid ah dadka airport ka soo dhaweeyay maalintii airport ka soo degaysay cod Soomaaliyeed iyo rabitaan Soomaaliyeed aan lagu guuriyo 4 sano xilka lagu guuriyo 4 sano waa dhameysatay hakatagin taariikh una hakatagin afartan sano waa dhameysay wadanka ka daa dibka iyo rabshada qalqalaysa ka daayaan ku leeyahay madaxweyne musharrax waa taay musharrax ma u soo istaaga damar labaad ku guuleysta alxamdulillaah hada ku guuleysa wada rabbil caalamin taariikh iyo magac wanaagsan ka tag madaxweyne waxaan leeyahay madaxweyne dadka dambiilayaasha oo dadki laayay oo dalkii baabiyay oo deelaw ka amarada ku hoosdadeeso faraha kala bax nin walba wixii uu geystay dadka hor yaalla maanta nin walba wuxuu geystay ayaa hor yaalla adigu taada dadnimadaada iyo deeda ku mid binaadnimadaada iyo madaxweynnimadaada iyo magacaaga meel u raadi ha noqon nin gogoshi uu ku seexday ku caaray ha noqon afar sano madaxweynahaad waa ku dhamaatay kaleeho xukuumadda iyo doorashada iyo ammaanka waddanka kaleeho guriga aad deganta deganow warqadaada musharaxnimada dhiibo doorasho u soo istaag haddaada yeelayn waxaan kuu sheegayaa oo ay noqon doontaa inaad taariikh xun ka tagto dambiile qaranna aad noqoto maxkamadna lagaaga yeero one day in maxkamad lagaaga yeero oo aad adigu dambi aad isgelisay maalin maalmaha ilaahay ka mid a maxkamad lagugu soo taago asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dagaalna ku baaqi maayo anugu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهوية سوماليات وحان ربعينا من هذا المهم وقود بيو على نسيدة ميديا وحان آدي وقود فكرة وقود بيه ربع سي هذا القاسنا وحان كما قل أقبارتين أتكسود ديسين
إنه شرق آدى إثيوبيا إن محل هاي فرماجو أو شراء إن أبي يو كي إلتري سيدا أول شركة وأنا عيانين المدحوين إهن واي وحين حق تركوا صحيحي صحيحي إن لدوك على الربع سيو هدنا أسونا متلعي أو شركة لو آدى كرا تاسا إن كربا إنا واتان مع أن هيد محويها أدوكم هذا الكهربتين مسكسوا ديني سين ولا ريال أنا ندين قفينين waddanka soo dowlad kama jirto soo raysul wasaaraha lagu ma wareejin ninkaas ma bixi karo wixii bixi karo waxa waa markii madaxweyne la yeesh ayaa la aadi karo madaxweyne aadi kara raysul wasaaro aadi kara hadda marka intaas aan sheega aan rabay aad qurbi igu noqoto assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh dhamaantina aad baan idin salaamayaa calan sida media idaacad qaali iyo runtu umada Soomaaliyeed u shaqaysaa yaatiin magacaygu waa Abdul Qadir Maxamed Cabdi jooga dalka Sweden waxaan rabaa halkan inaan kaga hadlo arrin aan xalay la yaabay oo ku hadlayay qof neef ah oo ka soo hadlayay yiri waxaan joogaa meesha la yiraahdo Luuq ee u gafay hooyada ikraan tahliil maama qali ee ku yiri carabka halaga jir oo ay u sacbinayeen kuwa alif baysteena ee waxba aan ogeyn ee cawaantiya ee mayd qusil haya waxaan u sheegayaa horta marka koobaad ina gubeed Luuq kasoo hadlayo oo kasoo jiqoqle qaali arabka kama u jari karo ikraanna ballan waxaan ku qaadmay rag nool nool inuu dhinto boqol wiya oo tiirka loo keeno waxaan kale u sheegayaa kuwa sacbinaya qofkan neefka dameerka markuu ku dhawaaqayay meesha la yiraahdo Luuq uu yiri maamada aan rabka ka jirayna mayd qusulaya inaad tiin baan idin sheegayaa adinku xuduuddaad u dhowdihiin oo waxaad isleedeen aad xuduudda Kenya aad u carartiin aa weligana u carari jirteen kuwa idin kaga haraya Muqdisho farmaajo iyo ay u horeeyaan iyo kulana jiis soo barida iyo naasaha iyo ka jari mayno iyo dhegeh ayaga hageebii eedayeen adinku waxaad istiraadeen halkaa ka aflagaadooda markii afartan wiil laydiin soo diranaa aad ku carartiin xuduudda sidiina aad seerada jirtiin ee Nigeria iyo Suuliyada meesha ku dhiman jirteen aad ku ruuxi jirteen aad ku dhimatiin baa laydiin 20,000 ee mareexaanka oo xamar jooga hageebii eedayeen ballan baanu ku qaadnay hadalka aad tiri jawaab inaanu ka bixinno ee waxa laydiin ka weydiiyey qaalina waxaan ku sheegayaa in gumeed kasoo dhawaaqaya Luuq iyo gado iyo meelaha maartay ee doofaarka iyo daayarka aad biyaha kula dhuuqo kula cabtiin markaad oontiin inuuna waxba ka qaadi karin baan ku sheegayna ee rag ay ka dhalatay raggii badbaado qaran ee farmaajo maartay halka kilomitir inta ugu soo aruuray xilka ka tuuray ayaa jooga waxaa jooga kuwa hadda kor kaaga xiray qufulka xabsi oo rurka bannaan ayaa jooga aad baad u mahadsantihiin idin salaamayaa qofka dameerka aan rabay inaan maarta u sheego dadka intay aflagaadeen hadhow waxaa tiraahdeen batteri baan la ku guray koobaa naga dhex shirqamaya ee waan la kufsaday inta aflagaadootiin dadkana ka carar 92 waan joogay anigu ilaa maxaa la yiraahdaa xuduudan tagay dumar iyo caruur kale ayaan ku arnay raggii way ka carareen way wada carareen deus bay ahaayeen marxaan oo dhan waxa weeye xuduuday jireen raggoodu anagaa dumarkooda diisiinayn assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaantiin aad baan idin salaamayaa calan sida media idaacad qaali iyo runtii umada Soomaaliyeed u shaqaysaa yaatiin magacaygu waa Abdul Qadir Maxamed Cabdi jooga dalka Sweden waxaan rabaa halkan inaan kaga hadlo arrin aan xalay la yaabay oo ku hadlayay qof neef ah oo ka soo hadlayay yiri waxaan joogaa meesha la yiraahdo Luuq ee u gafay hooyada ikraan tahliil maama qali ee ku yiri carabka halaga jir oo ay u sacbinayeen kuwa alif baysteena ee waxba aan ogeyn ee cawaantiya ee mayd qusil haya waxaan u sheegayaa horta marka koobaad ina gubeed Luuq kasoo hadlayo oo kasoo jiqoqle qaali carabka kama u jari karo ikraanna ballan waxaan ku qaadmay rag nool nool inuu dhinto boqol wiya oo tiirka loo keeno waxaan kale u sheegayaa kuwa sacbinaya qofkan neefka dameerka markuu ku dhawaaqayay meesha la yiraahdo Luuq uu yiri maamada aan rabka ka jirayna
mayd qoslaya inaad tihiin baan idin sheegayaay. Adinku xuduudda aad u dhowdihiin oo aad isleedeen aad xuduudda Kenya aad u carartiin aad weligana carari jirteen kuwa idinkaga haraya Muqdisho farmaajo iyo ay u horeeyaan iyo kulan jiis soo barida iyo naasaha iyo ka jari mayno iyo dhegeh ayaga hageebii eedayeen adinku waxaad istiraadeen halkaa ka aflagaadooda markii afartan wiil laydiin soo diran aad ku carartiin xuduudda sidiina aad seerada jirtiin ee Nigeria iyo Suuliyada meesha ku dhiman jirteen aad ku ruuxi jirteen aad ku dhimateen baa laydiin 20,000 ee mareexaanka oo xamar jooga hageebii eedayeen ballan baanu ku qaadnay hadalka aad tiri jawaab aanu ka bixin ee wax laydiin ka weydiiyey qaalina waxaan ku sheegayaa in aanu gumeed kasoo dhawaaqay luuq iyo gado iyo meelaha maartay ee doofaarka iyo daayeerka aad biyaha kula dhuuqo kula cabtiin markaad oontiin inaanu waxba ka qaadi karin baan ku sheegayna ee rag ay ka dhalatay raggii badbaado qaran ee farmaajo maartay halka kilomitirta ugu soo aruuray xilka ka tuuray ayaa jooga waxaa jooga kuwa hadda kor kaaga xiray qufulka xabsi horurka bannaan ayaa jooga aad baad u mahadsantihiin idin salaamayaa qofka aad dameerka ahaan rabay inaan maarata u sheego dadka intay aflagaadayeen hadhow waxaa tiraahdeen batari baana la ku guray koobaa naga dhex shirqamaya ee waana la kufsaday inta aflagaadootiin dadkana ka carar 92 waan joogay anigu ilaa maxaa la yiraahdaa xuduuddan tagay dumar iyo caruur kale ayaan ku arnay raggii way ka carareen way wada carareen deus bay ahaayeen marraxaan oo dhan waxa weeye xuduudday jireen raggoodu annagaa dumarkooda biisiinayna dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.